characteristic of Solaire. And so you can see here from our action in the first period, Real Madrid on top. Barcelona rather going through the motions. A minute after half-time, they were caught out by a sensational solo run from the halfway line. That's Aldana opening the scoring for Real Madrid. Aldana, Adolfo Aldana, نجم ريال السابق ونجم طبعا منتخب اسبانيا، هو ضيفنا اللي هنتكلم معاه على النهائي الحلم، النهائي المرتقب، واللي بيشجعه وهينتظره اعتقد طبعا كل جماهير الكره المصريه، سواء جمهور الريال اللي هيكون كان الله في عونه مش عارف هيشجع ريال زي ما اتعود دايما في النهائي، ولا يميل اكتر على صلاح ويتمنى النجم المصري يحقق لقب دوري الابطال لتاني مره على حساب المرنجي. في جميع الاحوال هي مواجهه ناريه، لان ليفربول بيعيش احلى ايامه ووصل للتوب فورم وسكواد على اعلى مستوى وواحد من اقوى الفرق في العالم، والريال كمان رغم ان ابتعاد اسماء كتير يعني كانت بتميز ريال مدريد او الجالاكتيكوس التقال من 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 عينه رونالدو، من عينه جارث بيل، من عينه حتى ايام زين الدين زيدان وروبرتو كارلوس ولويس فيجو، لكن يبقى الريال هو الريال، والدليل المشوار الصعب اللي خاضوا الموسم ده في سبيل الوصول للمباراه النهائيه، وما تنسوش انه تجاوز فرق من العيار الثقيل وكان صاحب المشوار الاصعب في طريقه للوصول النهائي، تجاوز بي اس جي، تجاوز تشيلسي الانجليزي حامل اللقب، تجاوز ايضا مانشستر سيتي في مفاجاه من العيار الثقيل. فخلينا نتكلم اكتر عن اللقاء المنتظر مع نجم الكره الاسبانيه ادولفو الدانا. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معنا وعلى مشاركتك معنا في السادسه، واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اشكركم جميعا على هذه الاستضافه وعلى اهتمامكم بان اتواجد معكم، وهذا شرف لي ان اتعاون معكم مع هذا البرنامج. الريال دايما مرشح للتتويج، والريال هو صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بدوري ابطال اوروبا، ازاي بتنظر لفرصته او ازاي بتشوف فرصته في لقاء السبت القادم اللي هيواجه فيه ليفربول على لقب بطوله دوري ابطال اوروبا؟ ربما ريال مدريد سيواجه الفريق الاكثر جاهزيه في الوقت الحالي ليفربول بوجود نجم كبير مثل صلاح، رغم أنه كان هناك إصابة له في الوقت السابق، ولكنه سيكون جاهزا. أعتقد أن ريال مدريد يمتلك العقلية والجاهزية الأكبر للعب هذه النهائيات. أعتقد أن القوة ستكون متكافئة لحد كبير. ليفربول إلى حد كبير يريد أن يثأر بشكل ما أو بآخر من الخسارة الأخيرة له في النهائي الأخير أمام ريال مدريد. لا يعني لو رجعت معاك لمشوار الريال في البطولة تحديدا هلاقي معاك علامات استفهام، يعني البعض توقع خروج الريال على إيد بي اس جي، وخصوصا بعد خسارته في باريس بنتيجة 1-0 والمستوى والمردود اللي قدمه، لكنه نجح في أنه ينتفض ويخرج بي اس جي من البطولة، ثم تكرر الأمر كده أن يخرج أمام تشيلسي في مدريد، وكانت ايضا الخطوه الاخيره قبل الوصول للمباراه النهائيه معاناه امام المان سيتي سواء في ملعب الاتحاد او في سانتياغو برنابيو، ولكن الدقائق الاخيره كانت حاسمه. هل تتوقع انه المباراه هتكون سهله على الريال، او انه الريال عنده قدره على تجاوز ليفربول في مباراه او في مواجهه من مباراه واحده؟ حسنا، كما تقول البطولة ليست البطولة الحالية فقط في هذا الموسم، ولكن الريال واجه بعض الصعوبات في مواجهات إقصائية سابقة. أعتقد أيضا المباراة النهائية الشهيرة أمام ريال مدريد وهدف سيرخيو راموس الشهير في نهائي لشبونة، ريال مدريد واجه صعوبات كثيرة أمام فرق أخرى. بعض الجماهير مندهشة من الأداء الخاص بريال مدريد أمام تشيلسي ومانشستر سيتي، وأعتقد أن هناك كانت هناك شبه المعجزة في تأهل الريال للنهائي.
لا أعتقد أن أنها ستكون معاناة كبيرة كما كانت هناك في المباريات السابقة. أعتقد أن النهائي سيكون مختلف. ومناسبة كلامك عن النجم المصري محمد صلاح، يهمني أعرف رأيك ورد فعلك في نفس الوقت على تصريح صلاح أثناء مواجهة الريال لمانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، وكلامه على أنه هو يتمنى مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية. إزاي قريت التصريح ده؟ حسنا، من المنطقي أن ليفربول يريد أن يثأر ويعود يلعب هذا النهائي. النهائي السابق ما حدث كان غير جيد لليفربول بسبب إصابة صلاح الشهيرة في النهائي، وليفربول تراجع كثيرا بعد إصابة صلاح، وريال مدريد استغل الفرصة. ريال مدريد كان جاهز للغاية لكي يفوز بهذا النهائي، ولكن من وجهة نظري أعتقد أنه لم يقل أي شيء. هو قال أن النهائي السابق كان من الماضي وهو جاهز لهذا النهائي. هو لم يقل أي نوع من أنواع الثأر أو أي من هذا القبيل. خليني أسألك كمان، يعني الصفقة المدوية اللي حصلت بتجديد عقد كيليان امبابي نجم فرنسا ونجم البي اس جي لعقده لغاية 2025 مع نادي العاصمة، بقالنا موسمين عايشين قصة ريال مدريد وكيليان امبابي، وكانت كل التوقعات بتقول أنه بناء على رغبة الريال وامبابي نفسه أنه السيزن اللي جاي امبابي في ريال مدريد. ثم كانت المفاجأة بتوقيع او بتجديد عقده مع بي اس جي. ازاي شفتوا ده في ريال مدريد؟ وهل من الممكن يكون في لاعب بديل لامبابي في الريال، خصوصا ان في بعض التقارير طرحت اسم النجم المصري محمد صلاح، وفي بعض التقارير كلمت على اهتمام مدريد بعثمان ديمبلي؟ حقيقة الأمر أن كل جماهير ريال مدريد كانت تنتظر قدوم اللاعب الأفضل في العالم في هذا الموسم كيليان امبابي. لقد أظهر هذا الأمر بكل تأكيد. الجماهير كانت متحمسة للغاية لقدوم امبابي. أعتقد أن اللاعب لم يكن سلوكه السلوك الصحيح. أعتقد أنه ظل يراوغ كثيرا بتصريحاته، وفي النهاية أعتقد أنه لعب بريال مدريد وبالنية الحسنة لريال مدريد في انتدابه في النهاية. أعتقد أنه لن يؤثر على الفريق، على لاعب ريال مدريد، لأن مبابي لم يأتي في النهاية. وأعتقد أن محمد صلاح في هذه الفترة هو أحد أفضل خمسة لاعبين في العالم، وأعتقد أنه سيكون صفقة مهمة جدا لريال مدريد بالنظر لطريقة. أعتقد أن محمد صلاح هو الصفقة الأهم لريال مدريد من الممكن. يبدو كمان أنه تجديد مبابي مع بي اس جي ما يعني ما اثرش غضب المسؤولين في ريال مدريد فقط لعدم قدرتهم على انتداب خدمات الدولي الفرنسي، ولكن ايضا اثار غضبهم على المسؤولين وعلى اداره بي اس جي نفسه، وتطور الامر حتى الى حد توجيه بعض الاتهامات للنادي الفرنسي والمسؤولين فيه. حسنا، اللاعب كان لديه عقد مع ساري مع باريس، ولكنه كان في الفترة المسموح بها بالتفاوض معه. أعتقد أن ريال مدريد من وجهة نظري توصل الاتفاق أو كان ليتوصل الاتفاق مع مبابي، لأن اللاعب كان عقده انتهى مع البي اس جي، وهذا أمر منطقي بأي لاعب ينتهي عقده مع نادي، فيكون هناك بعض الخطط المستقبلية الخاصة بانتدابه من عدمه.
اعتقد ان هذه هي وجهه نظري في الامر في النهايه. يهمني اكلمك على الليجا الاسبانيه وتحقيق طبعا ريال مدريد، ببارك لك طبعا تحقيق ريال مدريد لقب الليجا السنه دي، ولكن كثير من الاراء بتشوف انه الليجا الاسبانيه فقدت بارقها، فقدت جزء كبير من جماهيريتها وشعبيتها، وخصوصا بعد يعني تراجع مستوى المنافس الاساسي لريال مدريد برشلونه على مدار اكثر من موسم. ازاي بتشوف ده بالنسبه للموسم القادم، وازاي بتشوف ده تاثيره كمان على قوه الليجا نفسها؟ حسنا، بالطبع الليجا فقدت لاعبين كبيرين مثل كريستيانو رونالدو وميسي، اعطوا الكثير للدوري الاسباني. اعتقد انهم جعلوا الانديه الاسبانيه هي الافضل والاكثر قوه، وريال مدريد وبرشلونه تبادل الفوز بدوري الابطال على مدار سنوات طويله. اعتقد انه يجب النظر للامور على المدى الطويل، ليس في هذا الموسم تحديدا. نعم، أتلتيكو مدريد وبرشلونة لم يكونا في أفضل حالاتهما في هذا الموسم، ولكني أرى أن الريال في النهاية وصل إلى النهائي، نهائي دوري الأبطال، بدون أي فريق إسباني إلى ربع النهائي أو نصف النهائي. ممكن أن نقول أن هناك كارثة، ولكن في النهاية هناك فريق إسباني في النهائي. الأندية الإسبانية تفوز بالألقاب في آخر 20 سنة، الأندية الإسبانية تهيمن على الألقاب الأوروبية. أعتقد أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة سيستعيدوا مستواهم في الموسم القادم. يهمني أسألك على تأثير ده كمان على مستوى المنتخب الأسباني، هو بالتأكيد واحد من المنتخبات القوية والمرشحة دائما للمنافسة، لكن يهمني أسألك على تأثير ده على مستوى المنتخب الأسباني وعلى قدرته على المنافسة في كأس العالم 2022. حسنا، كأس العالم ستقام في مكان في قطر للمرة الأولى في وسط الموسم في الشتاء. في الوقت الحالي هناك 6 منتخبات أو 5 منتخبات قوية، وإسبانيا أحد هذه المنتخبات. أعتقد أنها من ضمن المرشحين للقب، ولكني أعتقد أن هناك 5 أو 6 منتخبات مرشحة، واثنين منهم على الأقل سيكون في النهائي. في الوقت الحالي إسبانيا أعتقد أنها تمتلك فريق شاب ومدرب شاب أيضا مثل لويس إنريكي، هو طموح ويمتلك الطموح الكبير. سريعا جدا، افضل 3 لاعبين من وجهه نظرك في العالم. طيب، بدون ادنى شك بالنظر لما قدموه هذا الموسم امبابي، اعتقد ربما اكثر منهم بنزيما، ياتي قبلهم بنزيما وصلاح ايضا وماني، أميل أيضا لصلاح وماني. أعتقد أنهم لاعبين جيدين للغاية، أعتقد، ولكن في النهاية أرى صلاح وبنزيما ومبابي هذا الموسم. نجم الريال والمنتخب الأسباني السابق أدولفو ألدانا، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.